اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي. افرح يا اهلي. طبعا مجلس اداره بروح الفالينه الحمراء والاهداف اهداف كده وعيد تاني. المباريات دايما بتبقى عارف التشكيل، بتبقى عارف هتلاعب مين، بتستنى النتيجه. في النادي الاهلي الوضع مختلف تماما، بتاخد النتيجه وبعد كده تاخد التشكيلات. خلينا نرحب ب يعني شخصيه كبيره جدا وعزيز علينا جدا، واحد من ابناء النادي الاهلي اللي دايما بيخدم النادي الاهلي في اي مجال، واللي دايما كان شايف نفسه واحد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي برغبه الجمعيه العموميه، دكتور محمد سراج. وشرفنا ومنورت. اهلا بك يا استاذ ايهاب، وميرسي على التقديم الحلوه دي. ويعني احنا في بيتنا اهو الحمد لله كلنا، يعني فمتشكر جدا على كده. وحشت بشكل كبير جدا حبيبي، وربنا بيكرم مجهودك الكبير جدا اللي بتعمله، كلكم بتعملوا يعني بروح واحده لمصلحه النادي الاهلي. لكن اللي بتعملوه بصراحه فاق التصور. مش بتكلم كده علينا شاشه قناه الاهلي لما اتبلغ بالليل، لا انت تبقى موجود الصبح في النادي، يعني في حاجه هنغطيها من القناه، تيجي تلاقي الدنيا على قدم وساق، تيجي تلاقي اعلان كبير لرعايه كبيره جدا بشركه كبيره ومحترمه بمجلس اداره بيشتغل، موضوع كبير. والف مبروك على حضرتك وعلى اعضاء مجلس الاداره وعلى الجمعيه العموميه. الحمد لله. لا الحمد لله، الله يبارك فيك. فعلا زي ما انت قلت، يوم هام جدا ويوم تاريخي في للنادي وللشركه برزنتيشن. الحمد لله يعني مجهود طويل تم في الفترات اللي فاتت، وبالاخص طبعا في الفتره الاخيره دي، يعني لما اعيد دراسه الملف تاني واعيد ترتيب الملف من الاول وجديد، كان زمن الحمد لله قياسي. بس الحمد لله ربنا يعني ما بيضيعش مجهود حد، واحنا يعني مركزين في شغلنا. يعني هو دايما كابتن خطيب حتى يقول لنا يعني لو في اي حاجه بتحصل حواليك واي مهاترات اي كلام، ردكم يبقى في الشغل، وفي ان احنا نقدم للنادي الاهلي اللي نقدر نقدمه، ونسعى بكل مجهودنا للنادي الاهلي. فالحمد لله ربنا بيوفق في النهايه والحمد لله. واضح يا دكتور ان احيانا ممكن الجماهير تقلق، اعضاء الجمعيه العموميه تقلق، والناس يبقى عندها قلق طبيعي جدا، لكن بدون مقدمات وبدون مبررات مجلس اداره النادي الاهلي بيكون حاضر لتسجيل الهدف، وبعد ما بيسجل هدف بيعلن عن الهدف اللي سجله. بالظبط بالظبط، هي دي حقيقه فعلا، وده سر نجاح النادي. يعني دايما النادي الاهلي ليه سيستم كده مميز ومختلف، يعني ان هو بيبقى بيشتغل وبيركز في شغله، بيبقى فيه صمت، ما فيش كلام كتير، ما فيش عملنا وروحنا، لا بننتهي من الموضوع الحمد لله، ونبدا ان احنا نعلن، ونبدا ان احنا نحتفل مع الجماهير ومحبي النادي واعضاء النادي. والحمد لله زي يوم جميل النهارده في التوقيع العقود، و يعني احتفاليه صغيره كده بعديها، يعني ما بين الاعضاء والناس مبسوطه ومحبين النادي الاهلي مبسوطين كلهم، والحمد لله. لكن ده طبعا لازم بيتم زي ما انت قلت كده بعد ما بتخلص خالص شغلك وبتتاكد ان كل حاجه مشيت تمام، بعدين نبدا بقى نتكلم ونعلن كل الكلام. بتشتغلوا في صمت، بتحققوا اهداف، حتى لما بتتكلموا في نظام للكلام، بتعمل مؤتمر الناس بتتكلم، بتعلنوا البطوله للمجلس ككل. كابتن محمود الخطيب برغم ان الفتره اللي فاتت كان بيمر بظروف صحيه صعبه، لكن اكيد جه على نفسه وانتم كنتوا موجودين معاه عشان تعملوا الطفره دي او العقد اللي فاجئ كل الناس. الحمد لله، زي ما قلت لك يا استاذ ايهاب، احنا من اول يوم يعني من قبل حتى ما نيجي في، ويكون لينا الشرف ان احنا نكون موجودين في مجلس اداره النادي الاهلي وقت القائمه والانتخابات، كان الكابتن دايما يحكي لنا عن طريقه اداره المجلس ايام زمان، ومن ايام كابتن صالح وكابتن حسن حمدي، يعني الموضوع بيبقى متوارث وماشي بنفس السيستم ما بيتغيرش يعني. فده الحمد لله كان فاذهلنا كلنا وكلنا اشتغلنا عليه، يعني احنا كملنا على ده. يعني احنا حتى لما جينا الحمد لله فضلنا برضو ماشيين بسيستم النادي الاهلي، وده الحمد لله اللي احنا هنكمل بيه، وان شاء الله لاي حد بعد كده هيجي برضو هيكمل بيه، وهو ده سر نجاح النادي يعني الحمد لله. واضح يا دكتور ان التفاهم اللي بين مجموعه مجلس اداره كبير جدا، التعاون في انكم تقعدوا وتكتبوا وتقولوا عائلة النادي الأهلي، مجلس إدارة بروح الفالينة الحمراء، في خطوط عريضة كده كنت حاطينها بتحققوها، حتى لو الهدف اتأخر معاكم أو حصل في حاجة بتعوضوه بهدف أفضل. بالظبط، احنا فعلا لما برضو قلنا روح الفالينة الحمراء ما كانش مقصود بيها بس كورة أو الماتشات أو كده، هي مقصود بيها الإصرار والإرادة الحمد لله، وروح النادي الأهلي فعلا اللي هي بتظهر في الأوقات الصعبة قبل الأوقات السهلة. فالحمد لله ده ظهر يعني معانا الحمد لله في اكتر من موقف، يمكن الناس متابعه ده. احنا بقالنا يمكن حوالي سنه دلوقتي، يعني اقل من سنه بشهر، يعني 11 شهر، بس كان فيهم احداث كتير جدا، وكان فيهم يعني ملفات كتير، وكان فيهم ضغط شغل كتير، وهو
يعني الكابتن طبعا الله يكون في عونه في الظروف دي، وهو برده يعني المفروض يطلع بقاله فتره للعلاج في المانيا ومؤخر كل ده عشان يتاكد من كل الملفات الهامه دي تكون خلصت. ف يعني الله يكون في عونه، والحمد لله في النهايه احنا يعني ربنا بيكرمنا وبيوفقنا، لان احنا فعلا يعني بنتعب وحابين كلنا من قلبنا ان احنا عايزين نعمل حاجه للنادي، وبنحاول نشتغل وعلى قد ما نقدر بنقدم نادي اهلي، فربنا بيكرم في النهايه وبيكلل ده بالخير الحمد لله. واضح يا دكتور، ومشاعر جياشه النهارده في التعاقد مع شركه بريزنتيشن استاذ محمد كامل، دموعه بتسبقه بيقول لك مهما اعمل للنادي الاهلي النادي الاهلي هيضيف لي، انا كده يعني خلاص خلصت حياتي وانا راضي على اللي انا عملته، انا مبسوط ان انا موجود مع النادي الاهلي. قيمه النادي الاهلي كبيره جدا، مجلس الاداره يعي قيمه النادي الاهلي، يتعامل مع كبار يعوا ايضا قيمه النادي الاهلي، فالناتج المشهد اللي شفناه النهارده يبقى في اتفاق 8:30 بالليل والاعلان النهارده في مفاجاه كبيره جدا. بالظبط، انا دي برضو يعني كويس ان حضرتك تفضلت بالنقطه دي، لان انا كنت حابب اشكره جدا، يعني بصراحه هم ناس بروفيشنال بيتعاملوا باحترافيه من ساعه ما دخلوا السوق المصري، اضافوا للسوق المصري الرياضه المصريه بشكل عام ولمنتخب مصر وللدوري، وعملوا حاجات كتير مميزه الفتره اللي فاتت، والحمد لله احنا متفائلين خير بوجودهم معانا يعني. واحنا حابين برضو نشكر استاذ محمد كامل بصراحه، راجل يعني هو اتكلم، انا مش هتكلم عنه يعني، هو اتكلم عن نفسه لما طلع وشكر النادي وقد ايه سعادته، دموعه سبقته، دموع فرح كبيره جدا. فالموضوع ده بالنسبه لنا احنا شيء يشرفنا، وشيء اللي احنا يعني كمجلس اداره النادي الاهلي وكمحبين للنادي الاهلي قبل ما نكون في مجلس الاداره بنقدر وبنحترم اي حد بيكون عنده الانتماء ده وعنده الشعور فعلا بحجم النادي الاهلي الحقيقي، لان هو ده النادي الاهلي يعني، هو النادي الاهلي فيه عراقه وتاريخ ونجاحات، فده اتجسد يمكن في الكلام اللي قاله الاستاذ محمد كامل وفي مشاعره، فده احنا الحمد لله بنشكره وبنتمنى ان شاء الله الخير للنادي الاهلي وشركه بريزنتيشن الفتره الجايه باذن الله. دكتور محمد سراج، انا عايز اشكر حضرتك، لك لو حابب تقول اي حاجه لجماهير النادي الاهلي واعضائه ومجلس ادارته قبل ما اختم معاك. طبعا انا حابب ان انا اشكرهم، لان زي ما انا قلت الفتره اللي فاتت فتره قصيره بس كان فيها احداث كتير جدا بتحصل، فزي ما بتكلم على شغلنا هنا، هم كانوا قبل مجلس الاداره قبل اي حد، هم دول سند النادي الاهلي حقيقي، جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي، هم دول السند الحقيقي اللي احنا بنستمد بقى حماسنا ده وشغلنا واللي احنا نكمل بالشغل ونركز في الشغل منهم يعني، هم دول السند الحقيقي. فبقول لهم انتوا في ظهر النادي وهتفضلوا في ظهر النادي، وبنشكركم على الفتره اللي جايه، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم الفتره القادمه ان شاء الله. تقلق ازاي ويقلق ازاي جماهير النادي الاهلي وفي مستقبل للنادي الاهلي زي حضرتك جاي، وطبعا كل اعضاء مجلس اداره الشباب، فعلا فعلا مشهد يعني للتاريخ مع اعضاء مجلس اداره الاهلي، طبعا ان شاء الله مستقبل النادي الاهلي زاخر بيكم. بشكرك طبعا، شرفتنا وقتنا يا دكتور. دكتور محمد سراج وشباب النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي، شفتوا قد ايه لما بقول لكم الكابتن خطيب كان بيقول لنا ايه اللي بيحصل ومجالس الاداره بتدار ازاي، وكابتن صالح كان بيدير ازاي والناس كانت بتدير ازاي، هو ده الاهلي، جيل بيسلم جيل، هي دي عائله النادي الاهلي، هو ده مجلس اداره النادي الاهلي بروح الفانله الحمراء. فاصل ونتواصل.